الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز هذا الدعاء: اللهم بفقري إليك وضعفي وبغناك عني وقوتك إلا أجبت دعائي؟ نعم، هذا توسل إلى الله جل وعلا بفقر الإنسان وحاجته. أيوب عليه السلام قال: إن ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله بما أصابه من الضر. فتوسل إلى الله بالفقر والحاجة والمرض هذا أمر طيب. نعم.